صحراء الحياة الهيكل بتاعه عبارة عن ثلاث ثلاث هياكل رئيسية، شعب بحثية وهي ما يقابلها في الجامعات اللي هي كليات. احنا عندنا 4 شعب بحثية ممثلة لشعبة الأراضي ومصادر المياه، شعبة البيئة زراعات المناطق الجافة، شعبة الإنتاج الحيواني والدياجن، وشعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. الهيكل الثاني والهام جدا من مركز بحوث الصحراء وهو المحطات البحثية. احنا مركز بحوث الصحراء مقره المركزي في القاهرة، لكن مركز بحوث الصحراء عنده 11 محطة بحثية بيغطوا كامل ربوع القطر المصري وخاصة الصحاري. احنا بنتعامل مع 6 محافظات حدودية، عندنا محطات بحثية في شمال وجنوب سيناء من اول الشيخ زويد، فالمغارة، فبلوظة، شرق الأنطرة، جنوبا عندنا محطة بحثية في راس سدر، ثم على الجانب الآخر عندنا محطات من أول مريوط، ثم بطول الساحل الشمالي الغربي مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، ويستتبعه 6 مراكز دعم من أول راس الحكمة لحد سيدي براني، وعندنا محطات بحثية في سيوة، ومحطة في توشكا، ومحطة في الوادي الجديد، وأخيرا محطة في الشلاتين وحلايب وراس حدربة على الحدود. فمركز بحوث الصحراء عنده محطات تقريبا على الحدود المصرية السودانية، عنده محطات على الحدود ما بين مصر وليبيا، وعنده محطات مع قطاع غزة في فلسطين. المحطات دي الحقيقة هي الجانب الأهم من المركز، وبنعتبرها هي العمود الفقري لمركز بحوث الصحراء، لأنه كل الشغل البحثي والتطبيقي للمركز بيتم في المحطات دي. والحقيقة اختيار المحطات ما كانش اختيار عشوائي، لكن كل محطة ليها هدف أساسي. في محطة بتشتغل تحت ظروف الإجهاد الملحي، في محطة بتشتغل تحت ظروف ندرة المية، في محطة بتشتغل تحت ظروف الإجهاد الحراري، في محطة بتشتغل تحت ظروف طبيعة التربة اللي موجودة. وبالتالي كل محطة موجودة في مكان ما في الصحاري المصرية دي بتعتبر كأنها محاكاة للبيئة اللي موجودة حواليها. الباحث في مركز بحوث الصحراء مش بس باحثين المركز، لا، الباحثين كمان في كل ربوع المراكز البحثية والجامعات بيشتغل في المحطات البحثية بتاعتي بكافة الإمكانيات الموجودة فيها. الحقيقة المحطة احنا بنعتبرها كأنها مركز مصغر، بيبقى فيها كل الإمكانيات، بيبقى فيها مزرعة بحثية، بيبقى فيها معامل، بيبقى فيها وسائل الانتقالات الخاصة بيها، بيبقى فيها حتى الاستراحات. ويمكن الفترة اللي فاتت احنا لسه مدشنين محطة من سنة في الوادي الجديد. المحطات بتشتغل طبقا لرؤية القيادة السياسية، بيبقى في تركيز في بعض الأحيان لبعض المحطات زي طبقا لتوجهات العامة للدولة. احنا دلوقتي بنركز تماما على الوادي الجديد والشغل اللي بيتم هناك طبقا لرؤية الدولة المصرية في استصلاح وتنمية الأراضي اللي موجودة هناك. يمكن بنشتغل الفترة اللي جاية هيبقى في تركيز كمان على شمال سيناء، واحنا لينا 4 محطات موجودين في شمال سيناء. في بعض المحطات بنعمل لها اعاده تاهيل لانها كانت متوقفه في الفتره اللي فاتت نتيجه الظروف الارهابيه، لكن الحمد لله الظروف دلوقتي اتحسنت وبدا الرجوع للمحطات دي والشغل ليها تاني، بالاضافه للمحطات اللي كانت وما زالت شغاله هناك. حضراتكم الفتره اللي فاتت شهدت نهضه كبيره جدا في المحطات، في البنيه الاساسيه، في المعدات، في الامكانيات، وده نتيجة الرؤية لقيادة المركز لأهمية المحطات البحثية في العمل الجاري والشغل اللي بتعمل. الحقيقة يمكن المعوق الأساسي لينا في المحطات هو نقص الكوادر، وده يمكن مطلب أساسي لكل العاملين في البحث العلمي. نقص الكوادر ونقص وسائل الانتقال اللي تقدر تواكب الشغل في المحطات البحثية. لكن بخلاف كده احنا الحمد لله المركز بيدعم كل ما يستطيع
من دعم في خدمة المحطات البحثية طبقا ورؤية المحطات. هي بتشتغل طبقا للرؤية الاستراتيجية لمصر 2030، واللي احنا كمركز بحوث الصحراء بلورناها لاستراتيجية التصحر والخطة التنفيذية. الخطة التنفيذية للتصحر احنا عاملين رؤية استراتيجية لينا كمركز بحوث الصحراء 2023-2030. الحقيقة كل الشغل اللي بيتم في مركز بحوث الصحراء بيتم طبقا للرؤية دي، والرؤية دي الحقيقة جت من القاعدة وطلعت لحد ما وصلت لقمة الهرم في المركز، وابتدينا بناء عليها نحدد كل أولوياتنا وكل شغلنا وكل ميزانياتنا للرؤية الاستراتيجية أو الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية لينا كمركز بحوث الصحراء. مركزين كل أبحاثنا دلوقتي في الوادي الجديد، وبنشتغل الحقيقة يمكن في أكتر من برنامج وأكتر من توجه. يمكن مركز بحوث الصحراء بيشتغل في كل المشروعات الخاصة بحصر وتصنيف التربة في مصر بالكامل. بنشتغل في الكفرة، بنشتغل في جنوب باريس، بنشتغل أو اشتغلنا في الدلتا الجديدة، اشتغلنا في خليج السويس، اشتغلنا في شمال وجنوب سيناء. يمكن كل المشروعات دي المركز اشتغل فيها. المركز بيشتغل في دمج أبناء سيناء، وده من المشروعات الهامة جدا ان احنا بنعمل مشروعات تنموية لأهالينا في شمال وجنوب سيناء. بنشتغل في دعم المرأة المعيلة، والحقيقة عندنا فريق متكامل من سيدات مركز بوص الصحراء حاملات الدكتوراه، لأنه طبعا الطبيعة الخاصة للمرأة البدوية بتخلي ما فيش تعامل غير مع السيدات، وبالتالي احنا مشكلين فريق بحثي مهمته بيشتغل على مشروع دعم المرأة المعيلة. بنقدم للسيدات مش دعم عيني ولكن مشروعات تنموية وخدمة ما بعد المشروع. بنقدر نديهم الدعم الفني بحيث انه يبقى عندهم مشروعات تقدر تفيدهم وتقدر تديهم الحياة الكريمة، اللي هو المشروع الكبير اللي بننشده في مصر في مصرنا الحبيبة. جانب هام كمان في المركز هو المشروعات، ويمكن لأهمية المشروعات في المركز احنا في نائب رئيس مركز للمشروعات والمحطات البحثية. يمكن احنا كمركز بحوث الصحراء بنهتم جدا بالمشروعات التطبيقية. احنا عندنا يمكن حاليا 31 مشروع ممول من خارج ميزانية مركز بحوث الصحراء مع جهات تمويل محلية ودولية. يمكن المشروعات دي في مجملها هي مشروعات تنفيذية ومشروعات على أرض الواقع ومشروعات ليها عائد، وبيتم استثمار العائد من المشروعات دي في الأماكن اللي بيتم فيها التطبيق. يمكن لأول مرة يبقى عندنا مشروعات مع بعض شركات البترول نتيجة اهتمامهم بالتعامل مع الجهات المنفذة في الصحراء، وهم يمكن ما لقوش أكتر من مركز بحوث الصحراء يتعاملوا معاه في إن هم يعملوا مشروعات تنموية. إحنا عندنا مشروعات تنموية بتتم دلوقتي في شمال سيناء وجنوب سيناء، ومشروعات بتتم على أرض الواقع في بطول الساحل الشمالي الغربي. يمكن عندنا مشروعات تانية بتشتغل على المانجروف وأهميته، لأنه من الأشجار اللي ممكن تحسن في الظروف البيئية، وده من المشروعات الكبيرة اللي المركز بيقوم بيها على طول ساحل البحر الأحمر، يمكن من جنوب الغردقة لحد حدود الشلاتين. يمكن المركز برضو بيهتم جدا بمشروعات توفير مياه صالحة للاستخدام لكافة الاستخدامات، ومن المنطلق ده المركز يمكن عنده مركز من المراكز المهمة جدا، ومركز تميز تحلية المياه. ده أحد ركائز مركز بحوث الصحراء. المركز ده بيهتم بأنه بيعمل مشروعات لمحطات صغيرة تحلية مياه بالطاقة الشمسية. يمكن عملنا مشروعات في الساحل الشمالي الغربي، عملنا مشروعات في الشلاتين. أحد المشروعات دي اللي تمت في الشلاتين تم تطبيقها على نطاق واسع، واتعمل اتفاقية إنتاج كمي مع وزارة الإنتاج الحربي إنها تحول المشروع لماس برودكشن أو إنتاج كمي لهذه النوعية من المحطات.
احنا يمكن تعاملنا في مركز بوسط الصحراء مع المشروعات انه مشروعاتنا دايما تبقى واضحه وباينه قدام المتلقي. مشروعاتنا يمكن ما حدش كتير بيسمع عنها، لان احنا زي ما احنا بنقول احنا بنشتغل مع 94% من مصر وهي الصحراء، لكن للاسف اللي بيشوفونا في ال 94% هم 6% بس من اللي موجودين في مصر وهم قاطني الصحراء. لكن في الاول وفي الاخر مركز بوسط الصحراء بيقوم بدوره المنشود في خدمة الصحاري المصرية أو في تنمية الصحاري المصرية، هو الهدف الأساسي من إنشاء مركز بوسط الصحراء. بوسط الصحراء من ضمن التكليفات الرئاسية وتوجيهات معالي وزير الزراعة وإصلاح الأراضي وإدارة المركز، يعني لبرنامج دمج أبناء سيناء. هو برنامج دمج أبناء سيناء ده توجيه رئاسي من القيادة السياسية إلى كل الوزارات المعنية بالتنمية الشاملة في سيناء، ومن بين هذه الوزارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. زي ما حضراتكم متابعين إن في الفترة الأخيرة عند تفقد السيد الرئيس ومتابعته لخطة إعمار وتنمية سيناء، وجه بعض الرسائل المهمة جدا أن التنمية في سيناء شاملة ومتكاملة. ده معناها إن التنمية في سيناء لا تقتصر على قطاع معين، بل شملت الصحة والتعليم والإسكان والزراعة. بموجب هذا التكليف إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معالي الوزير السيد القصير أعطى تكليفاته إلى مركز بحوث الصحراء باعتباره أحد أهم الجهات البحثية العاملة في مجال التنمية الزراعية في المناطق الصحراوية ومن بينها شبه جزيرة سيناء. الأستاذ الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وجه بتشكيل فرق بحثية للنزول إلى أرض الواقع لدراسة احتياجات الناس في سيناء، بمعنى إن يعني كلمة دمج معناها إشراك الناس أو أهالي سيناء في تنفيذ وتخطيط البرنامج، بداية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، لأن يعني التنمية في مفهومها هو التغيير الإرادي في المجتمع لنحول هذا المجتمع من الوضع الذي نحن عليه الآن إلى الوضع المرغوب. التغيير ده بيتم بإشراك الناس أنفسهم، وده يعني المحور أو المنهج الأساسي اللي احنا استخدمناه في برنامج دمج أبناء سيناء. يعني أهالينا في سيناء يشاركوا الجهة التنفيذية للبرنامج بداية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، وبناء عليه نزلنا كفرق بحثية في مختلف التخصصات إلى محافظة شمال سيناء، وده كان المحافظة الأولى اللي احنا استهدفنا فيها برنامج دمج أبناء سيناء، وبالأخص مركز ومدينة الحسنة. نزلنا إلى فئات المجتمع المحلي، ده بالتعاون مع القيادات التنفيذية وعلى رأسها رأس السلطة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء مع المحافظ ووكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظة وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة. أعطينا برنامج عمل، قابلنا بعض الفئات المستهدفة من البرنامج، من ضمنها اللي هو المزارع وهو المستهدف النهائي من عملية التنمية الزراعية. قابلنا المرأة البدوية ودورها الفعال في التنمية في شمال سيناء. قدرنا ان احنا نقابل الشباب البدوي، وزي ما حضراتكم متابعين اهتمام القيادة السياسية في الفترة الأخيرة بالشباب البدوي، لأن الشباب بصفة عامة هو الشريحة الأهم وفي التركيبة السكانية المصرية لما لهم من القدرة على العطاء والتجديد واستمرار العطاء. قابلنا أيضا استهدفنا شيوخ وعواقل القبائل في محافظة شمال سيناء في مركز ومدينة الحسنة، لأن يعني زي ما حضراتكم عارفين إن القيادات المحلية وشيوخ القبائل لهم دور كبير جدا لما لهم من قيمة اجتماعية كبيرة في تلك الأماكن وتلك المحافظات، ورأيهم مسموع. قدروا إن هم يشاركونا جنبا إلى جنب في توصيل فكرة البرنامج والأنشطة التطبيقية للبرنامج.
أهم بقى الأنشطة التطبيقية لبرنامج دمج أبناء سيناء، اشتغلنا في محافظة شمال سيناء في منطقتين، منطقة الحسنة واللي هي في وسط سيناء ومنطقة الشيخ زويد. بالنسبة لمنطقة الحسنة اشتغلنا في عدة مجالات. المجال الأولاني اللي هو الإنتاج المستدام أو التنمية المستدامة في مجال الإنتاج النباتي، قدرنا أن احنا نقدم حوالي 8000 شتلة زيتون في مختلف الأماكن كمرحلة أولى، لأن يعني الزيتون وشجرة الزيتون لها قيمة كبيرة جدا وهي المحصول الأهم لدى المزارع السيناوي. عملنا بعض النماذج والحقول الإرشادية، طبقنا فيها بعض الممارسات المثلى لزراع الزيتون إن هو يبقى نماذج يحتذى بها في الزراعات في الفترة القادمة. حاولنا أيضا إن احنا ننشر زراعة النباتات الطبية والعطرية في منطقة أم شيحان في وسط سيناء زي الزعتر والمريمية لما لهم من قيمة اقتصادية كبيرة في رفع مستوى معيشة المزارع السيناوي وبيلقوا قبولا لدى المزارع السيناوي، لأن يعني الزعتر والمريمية من المحاصيل اللي هم يعني سريعة الإنتاج وتكلفة الزراعة بتاعتهم قليلة والعائد الاقتصادي بتاعهم كبير. الحاجة الثانية قدرنا ان احنا نقدم يعني في مجال نشر تقنيات الطاقة الجديدة، قدرنا ان احنا نستخدم يعني مورد الشمس، لان لقينا ان يعني معدل سطوع الشمس في منطقة ابو مراحيل في وسط سيناء 11 ساعة يوميا. حاولنا ان احنا نستخدم وفقا لرغبة اهالي هذا التجمع مورد الشمس، يعني بحيث ان احنا قدمنا 4 وحدات طاقة شمسية لإنارة منازل في بعض المنازل في تجمع أبو مراحيل، عشان يعني أهالينا في تجمع أبو مراحيل يستقروا ويبقوا يعني عنصر هام في عملية التنمية. بالنسبة للمرأة البدوية قدرنا إن احنا نقدم لها بعض بطاريات الدواجن البياض في منطقة الحسنة، بحيث ان هي تبقى لها دخل مستدام لتشارك الرجل في عملية التنمية الزراعية ومن رفع من مستوى معيشة المرأة بتلك المناطق. قدرنا برضو ان احنا نقدم يعني بعض يعني صوبة زراعية يعني لنقي التغيرات المناخية او اثار التغيرات المناخية بهذه المنطقة، وبحيث ان هي تبقى مصدر دخل للمزارع في منطقة أم شيحان. برضو بعض النماذج اللي احنا قدرنا نقدمها لصغار المربين، قدرنا ان احنا نوفر يعني بعض الرؤوس من الماعز الشامي لتكون دخل لها دخل مستدام بالنسبة للصغار المربين، وتحسين الثروة الحيوانية بمنطقة الحسنة. أما بالنسبة للشيخ زويد، يعني كان في قرار من القيادة السياسية في الفترة الأخيرة بعودة أهالينا للقرى العائدة في الشيخ زويد، إن هم يرجعوا تاني وينموا أرضهم، وشايفين اتجاهات الدولة في الفترة الأخيرة بتنمية منطقة الشيخ زويد وكل الدعم المقدم من القيادة السياسية. قدرنا إن احنا نوفر حوالي 30,000 شتلة لوز على مرحلتين في لأهالينا أو المزارعين في القرى الشيخ زويد، لما لها من قيمة ربحية كبيرة ولها موروث ثقافي لدى المزارع السيناوي. قدرنا برضو ان احنا نقدم كمركز بحوث الصحراء حوالي 20,000 شتلة زيتون لزراعة يعني التوسع في زراعات الزيتون بمنطقة الشيخ زويد. برضو قدرنا ان احنا نقدم محطة تحلية مياه في منطقة الحسنة، بحيث ان هي تبقى يعني نعطي او نوفر الدعم للاماكن المحرومه من المياه الشرب، قدرتها حوالي 10 متر مكعب في اليوم. برضو بعض الانشطه اللي احنا قدرنا نقدمها تنفيذ مجموعه من القوافل البيطريه للحفاظ على صحه الحيوانات بمنطقه الشيخ زويد والحسنة، دعما لصغار المربين وتنفيذ بعض الأنشطة على أرض الواقع.
عملنا بعض الدورات التدريبية بناء قدرات الزراع والمرأة البدوية لصقل معارفها في بعض الصناعات الصغيرة والتي تدر دخلا لها ولأسرتها. برضو في من خلال هذه الأنشطة حاولنا ان احنا يعني في الفترة المقبلة ان احنا هنحاول بقدر الإمكان يعني نستهدف أنشطة أخرى زي صيانة ورفع كفاءة الآبار، لأن مورد المياه في المناطق الصحراوية مورد مهم جدا، على أساسه تقوم كل الأنشطة التنموية الزراعية في تلك المناطق. كل ده طبعا بتعاون بعض الجهات زي محافظة شمال سيناء ومعالي المحافظ وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة، السيد رئيس مجلس مدينة الحسنة والسيد رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد ووكيل وزارة الزراعة بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى المنظمات الحكومية والمنظمات الأهلية بتلك المناطق، بيقدموا لنا كل الدعم وبيشاركوا الفرق البحثية في تنفيذ البرنامج بداية من مرحلة التخطيط إلى مراحل التقييم والمتابعة.